إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلصنا من فقرة 420. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا تكلمت في قوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ووقفنا عند قوله جل وتقدس لخير خلقه لست مسيطرا على أحد من شر خلقي، لست عليهم بمسيطر، وأن الله حمى هذا الإنسان الذي خلقه وكرمه من أن يستبد به إنسان آخر أو أن يسيطر عليه إنسان آخر أو أن يكون لآخر عليه سلطان فيه قهر له واستبداد به وطغيان عليه. ده حاجات عجيبة جدا، لما بأجدها في كلام الله بأقف عندها كثيرا جدا، زي آية سيدنا نوح أول أنبياء الله لما قال لقومه أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، فعميت، شفت فعميت، جهلتموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، وأنه ليس من شرع الله أن نقهر العقل الإنساني على شيء هو كاره له. خالق الكون يرفض أن يقهر عقلا على شيء هو كاره له، فلا يجوز لكائن من كان أن يقهر العقل الإنساني أو أن يكره العقل الإنساني على شيء يكرهه هذا العقل، ولو كان حقا من محض الحق، ولكنه عمي عليه والتبس عليه. فدي أشياء مهمة جدا عشان تعرف حرية الإنسان في الكتاب والسنة، إلى أي مدى كان دين الله إن الله سبحانه وتعالى حرم عرض الكافر وحرم مال الكافر وحرم دم الكافر وحرم ظلم الكافر وحرم قهر الكافر وحرم الاستبداد بالكافر. اسمعوا وعوا وحدثوا الناس عن هذا الدين وتعلموه أنتم أولا لتستطيعوا أن تعلموه الناس. عجيب جدا. ذكرت هذا بس عشان خاطر فيه آيات قرآنية بيجب الوقوف عندها، واجب الوعي بها. فقرة 421، اقرأ لي فيها سطور كده يا عمر. تقديمي ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثال التقديم قولك، يعني التقديم يعني إيه؟ يعني إن النفي يقدم على إنما أو يؤخر عنها. مسألة يلا. ومثال التقديم قولك ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو، وهذا مما أنت تعلم به مكان الفائدة فيها، وذلك أنك تعلم ضرورة أنك لو لم تدخلها وقلت ما جاءني زيد وجاءني عمر لكان الكلام مع من ظن أنهما جاءاك جميعا، وأن المعنى الآن مع دخولها أن الكلام مع من غلط في عين الجائي فظن أنه كان زيدا لا عمرا. انتظر يا عمر، اقرأ النص ده مرة ثانية. ومثال التقديم قولك ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو،
وهذا مما أنت تعلم به مكان الفائدة فيها. يعني ما جاءني زيد، ها؟ وإنما جاءني عمرو. من أجل أن يعلمك مكان الفائدة في إنما. شفت طريقة العلماء؟ أنت بتتعلمش القاعدة فقط، أنت بتتعلم الطريقة. فرق بين من يتعلم القاعدة وهي ضرورة، ومن يتعلم الطريقة. الذي يتعلم الطريقة هو الذي يتعلم الطريق الذي يمضي فيه حتى يكون من أشباه هؤلاء. من أجل أن يدلك على استخراج معنى إنما، جاء بكلام هي فيه، ثم جاء بكلام وقد حذفها، وقال لك تدبر الكلامين ستجد وجودها يفيد معنى وغيابها يفيد معنى آخر. فإذا قلت ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو، دل ذلك على أنك تخاطب، دل ذلك على أنك تخاطب من اعتقد عكس ما قلت. تقول ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو، تقول هذا لمن اعتقد أن الذي جاءك زيد ولم يأتك عمرو. وإذا قلت جاءني زيد وإن عمرا جاءني، لم يكن فيه هذا المعنى، وإنما كان الغالب على معناه أنك تقوله لمن اعتقد أن الذي جاءك عمرو وزيد، فقلت له ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو. طريق التحليل عجيبة جدا. يعني المهم أن ربنا يفتح علينا جميعا عشان نفهم عقل العلماء وهو يفكر في العلم. صدقني هذا جليل جدا جدا. ولن تفهم العلم حق الفهم إلا إذا وعيت طريقة تفكير العالم في العلم، وطريقة استخراج العالم لمسائل العلم، وطريقة عرض العالم لمسائل العلم، لأن ده كله نبع من شيء واحد وهو وعي العالم كل هذا. ولذلك أقول لكم القضية مش تحصيل العلم فحسب، وإن كان هذا من الضرورات، إنما القضية تكون الملكة العلمية، تكون العقل العلمي، بناء الإنسان. القضية يا سادة ليست هي إنما زيد مبتدأ وعازر خبر وإن كان هذا ضرورة، وإنما الطريقة هي تكوين الإنسان، سواء كان هذا من خلال زيد مبتدأ وعازر الخبر، أو كان من خلال تفسير، أو كان من خلال فقه، أو كان من خلال رياضيات. العلم كله أصله وفصله ومبدأه ونهايته هو تكوين عقل الإنسان وبناء إنسان آخر. إذا ما كانتش العلوم تبني لنا إنسانا آخر، فتبقى يعني زي تبقى العلوم سلعة نأكل بها الخبز، زي أي سلعة نأكل بها الخبز. في فرق بين ما يبني الإنسان ويكون إنسانا جديدا وعقلا جديدا وفكرا جديدا، وبين سلعة نأكل بها الخبز. كمل يا عمر. وذلك أنك تعلم ضرورة أنك لو لم تدخلها وقلت ما جاءني زيد. أنا وقفت عند طريقة العالم في التفكير بسبب قوله لو لم تدخلها، لأنه هو أراد أن يؤكد لي إن الكلام الذي يقوله صواب. اذكرها مرة واحذفها مرة، وفكر في الكلامين وهي فيه وهي ليست فيه. شوف بيكون عقلي، ما هو ما بيقولش قاعدة،
ده بيقول انت هتستخرجها لما تفكر في العبارة وفيها إنما، وتفكر في العبارة وليس فيها إنما، وتدرك الفرق بينهما. انت الآن بتستخرج العلم، انت الآن ما بتتعلمش العلم فحسب، إنما انت الآن تستخرج العلم. يا سيد افهم، اعمل معروف، اذكرها مرة واحذفها مرة، وفكر في الكلام مع ذكرها، وفكر في الكلام مع حذفها، وانت اللي بتستخرج العلم، انت الذي تستخرج العلم. وهو اذا قال لك دي فيها معنى كذا، هو يعينك ويساعدك على استخراج حقيقة العلم. فكده كده تتكون، وكده انت اللي تبني نفسك، وكده أنت لست في حاجة إلى أستاذ، وإنما أنت في حاجة إلى أن تعمل أنت وأن تجتهد أنت. يلا. وذلك أنك تعلم ضرورة أنك لو لم تدخلها وقلت ما جاءني زيد وجاءني عمرو لكان الكلام مع من ظن أنهما جاءاك جميعا، وأن المعنى الآن مع دخولها أن الكلام مع من غلط في عين الجائي فظن أنه كان زيدا لا عمرا. وأمر آخر وهو ليس ببعيد، أن يظن الظان أنه ليس في انضمام ما إلى إن فائدة أكثر من أنها تبطل عملها. هو طبعا، استنى يا عمر، هو طبعا معروف أن عبد القاهر نحوي بلحمه ودمه، يعني من كبار شيوخ النحو، وإن النحاة قالوا إن ما إذا ألحقت بإن أبطلت عملها، وده هو اللي فتح به الباب في إنما، لما ذكر إن وطال حديثه عن معانيها ثم قال الآن نترك إن ونذكر إن إذا اتصلت بها ما. والنحاة قالوا له إن ما تبطل عمل، وهذا كلام صحيح، لأن إن إذا دخلت عليها ما لن تنصب المبتدأ ولن ترفع الخبر، وهذا هو العمل النحوي الذي أبطلته ما كما قال النحاة، وهو كلام جيد جدا ولا عيب فيه. إلا إن هذا المفكر الجليل وجد إنها تبطل العمل نعم، وتغير المعنى نعم، إلا أنها وتغير المعنى، وأن شيوخ النحاة عنوا بإبطال المعنى وسكتوا عن إضافة معنى جديد، عنوا بإبطال معنى إن وسكتوا عن إضافة معنى جديد، لأنها إذا ألحقت بما أبطلت عملها حقا كما قالوا، وإنما أفادت معنى جديدا، وهو أن إنما غير إن، لأن إنما متضمنة معنى ما وإلا، أكسبوا إن معنى جديدا جدا جدا، وهو أنها صارت تفيد النفي والإثبات، إنما جاءني زيد يعني ما جاءني إلا زيد، وهكذا الكلام. يلا هاي. وأمر آخر وهو ليس ببعيد، أن يظن الظان أنه ليس في انضمام ما إلى إن فائدة أكثر من أنها تبطل عملها، حتى ترى النحويين لا يزيدون في أكثر كلامهم على أنها كافة ومكانها ها هنا يزيل هذا الظن ويبطله. وذلك أنك ترى أنك لو قلت ما جاءني زيد وإن عمرا جاءني لم يعقل منه أنك أردت أن الجائي عمرو لا زيد، بل يكون دخول إن كالشيء الذي لا يحتاج إليه ووجدت المعنى ينبو عنه. يعني هو جاء بالمعنى مع إن وليس مع إنما، جاءني ما جاءني زيد وإن عمرا جاءني،
خلاص ما معنا ما احنا مع ان هذا المعنى يفيد انك تقوله لمن ظن ان زيدا وعمرا جاءاك، فنفيت المجيء عن واحد واثبتت المجيء عن الاخر. فاذا اضفت ما وقلت انما يتغير المعنى، لانها تفيد معنى ان المخاطب يعتقد عكس ما تقول. انما جاءني زيد لمن اعتقد ان الذي جاءني عمرو. يلا وبعدين في مهم حاجه مهمه جدا انا قلتها لكم ولكن يجب ان اذكركم بها في كل درس، وهي إن قراءة علم كهذا العلم هي في جوهرها بتعلمني علم تحليل الكلام، علم استخراج معاني الكلام. وليس هناك من علوم اللغة ولا من علوم الشعر أفضل من العلم الذي يعينك على فهم البيان. كل ما يقال في الشعر إنما المراد به كيف تفهم الشعر، كل ما يقال في البيان ليس المراد به إلا كيف تفهم البيان. فتحليل البيان وتحديد المعاني، وإنما جاءني زيد إنما جاءني عمرو له دلالة هي كذا وكذا، وما جاءني زيد إن عمرا جاءني فيه دلالة هي كذا وكذا، بتجد إنك أنت مع تحليل الأمثلة والشواهد البسيطة زي جاء زيد ولم يجئ عمرو، أنت بتضح قدمك على السلم العالي الرائع الذي ارتقيت عليه، تكون قد ارتقيت إلى المرتبة الأعلى وهي حسن فهم البيان. فده مهم جدا. الأدوات التي يضعها في يدي هي الأدوات التي أحلل بها الشعر. ولذلك لو أنت بتقرأ تدرس الشعر، ادرس المذاهب الكل مذاهب أهل الأرض، واترك معنى إنما ومعنى إن ومعنى التعريف ومعنى التنكير، فأنت بمعزل عن دراسة الشعر. ادرس ديوان امرئ القيس وطبق عليه مذاهب أهل الأرض، بس انسى دلالة إنما، انسى دلالة إن، انسى دلالة التقديم، انسى دلالة الواو، انسى دلالة الفاء. إذا أهملت معاني المباني إذا أهملت معاني المباني فقد أهملت فهم الشعر، ولو طبقت عليه كل مذاهب الأرض. ودي مسألة ما هيش مش محتاجة لتنطس عشان تفهمها، إنما عقلك يقول لك هذا. أنت تريد أن تفهم الشعر، تفهم أن تفهم امرئ القيس، حلل لغة امرئ القيس. أنت تريد أن تفهم النابغة، حلل لغة النابغة. أنت تريد أن تفهم كلام الله، حلل لغة كلام الله. وبدون ذلك فأنت بعيد عن الساحة، وإن قلت ما قلت. يلا أنتوا فاهمين كلامي؟ ما أقدرش أقول أكثر من كده، وما عنديش أفضل من كده، وحسبي أن أقول لكم أفضل ما عندي وبأقصى القدرة التي عندي، وأنتم يفعل الله بكم ما شاء. ثم أعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب. شفت يا هذا الكلام؟ شفت الكلام يا ولد؟ يا دي الشرع نص البيت ده عاوز ساعة تشرح. إذا استقريت
إذا يقبل ما تستقريش يقبل لا كلام لي معك. استقريت يعني إيه؟ يعني تتبعت مواقع إنما في كلام كثير. إذا استقريت يعني تتبعت، يبقى مين اللي بيشتغل هنا؟ المعلم اللي بيعلم ولا الطالب الذي يتعلم؟ هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. تريد أن تكون شيئا، أنا أحدثك عن إنما، خذ حديثي وانتهي، وارجع أنت إلى لغة العرب واستقري أنت مواقع إنما، وفكر أنت في مواقع إنما، واستخرج أنت دلالات إنما. بس أنا مش فاهم حاجة، أنا مش فاهم إحنا ليه وقفنا عند من يعلمنا. يا سيدي من يعلمك هو مرشد أرشدك إلى الطريق، يقول لك امشي من هنا، فيش أكثر من هذا. إنما مش هيحملك على كتفي ويصل بك إلى الغاية إلا إذا كنت كسيح من ذوي الحاجات. إذا استقريت إذا إيه إذا وجدتها أعلق أفضل مواقع، ليس هو الذي حدثتك عنه. سبحان الله، بعد ما قطعت قلبي يا سيدنا الشيخ، بعد ما تعبتني وأفنيت يومي وليلي يا سيدنا الشيخ، بتقول لي إن إنما لها دلالات أفضل من كل الذي قلته لك، وأن هذه الدلالات لن أعلمك بها، وإنما أنت الذي تستقصي كلام العرب حتى تقع عليها، وإنما أنت الذي شفت شفت أعرف اللي بيعلمك بيقول لك إيه، أعرف اللي بيعلمك بيقول لك إيه، ما هو شايلك على كتفه وبيعلمك العلم، ده موقفك أمامه وبيقول له قلت لك ما قلت وقلت لك ما هو واضح وما هو غامض وما فيه إشكال وما ليس فيه إشكال، ولكن بقي شيء، بقيت جوهرة رائعة، بقيت لؤلؤة اللآلئ. إيه هي لؤلؤة اللآلئ يا مولانا؟ لن تعرفها إلا إذا استقريت كلام العرب، فاستقصي وستجد أن إنما ليس فيها معنى النفي والاستثناء الذي أقول ولا ولا ولا، وإنما إذا كان معناها التعريض، وإذا كانت معناها التعريض تبقى أعلق ما ترى في القلب. طب وليه وليه؟ لأن هي ما دلتش على التعريض بنصها ولفظها، وإنما جاء التعريض في جانب من جوانبها، وإنما جاء ما تفهمش النص بصريح دلالاته فحسب. نعم صريح الدلالات شيء جليل جدا، ولكن اعلما أن ما حول النص مما ترمي إليه إشارات النص، ومما توحي به رموز النص. اعلم أن حول النص مما ترمي إليه، شفت الكلام، مما ترمي إليه إشارات النص وتومئ به إيماءة النص أفضل من معنى النص. الله، ده أنا أمام باب جديد. عالم يقول لي ليس معنى الكلام ما يدل صريحه وظاهره عليه، وإنما هناك حواشي، هناك أودية تترامى إليها إشارات من الكلام، هناك إيه؟ تترامى إليها إشارات، مش دلالات، دي أقل من دلالات، إنما هي إنما وحي ورمز وإشارة. فإذا تتبعت هذه الإشارات
التي هي وحي ورمز وإماءة، وقعت على معنى أعلق بقلبك من معنى ما يدل عليه الكلام. شفت الكلام؟ ولذلك بدأت أفهم الشعر، مش لغة الشعر التي قال بها ونص عليها، لا، لأن دي ضرورة لا مفصلة فيها، إنما هناك جوانب وإشارات وإيماءات بعيدة في الشعر، هناك إشارات وإيماءات بعيدة تحدث عنها وأنت تحدث عن الشعر، ولا تهملها، لأنها أوقح في القلوب مما نطق به الشاعر. الكلام جيد جدا، ولذلك الكلام ده علمني إن أنا أفتح باب معنى النص إلى أبعد الحدود. بس في القرآن الكريم لازم تحكمني ضوابط الشريعة وتحكمني روايات السنة، فلا أذهب في دلالة الكلمة القرآنية حيث تذهب، لأن الكلمة القرآنية قيد مطلقها وبين مبهمها، فأنا في القرآن الكريم ملتزم بمقاصد الشريعة وبالحلال والحرام وبكلام رسول الله وبالناسخ والمنسوخ، إنما أنا في الشعر حر. ولذلك أعجبني أبو العلاء المعري الذي لا تعرف له الذي لا تعرفونه، وإنما ربما يعرف بعضكم أنه رجل ملحد وأنه رجل كذا، إنما نص سطر قرأته في كتاب رسالة الغفران، ابن القارح اللي هو الشخصية الخيالية التي صنعها أبو العلاء، ها؟ ابن القارح اللي هو الايه؟ وجعله يجوب في الجنة ويجوب في النار ويجوب في المكان الذي بينهما، ليرى القمم ما كان منها في النار وما كان منها في الجنة، ويسألهم سؤالات عن خلافات الناس في علمهم. شفت الصورة شكلها ايه؟ ابن القارح يتجول في الجنة وفي النار ويقف عند قمم الشعراء وقمم العلماء ليسألهم عن مسائل اختلف الناس فيها من علمهم. فمما عرضه ابن القارح أنه وجد امرأة القيس في النار مقيد بالسلاسل وكذا وكذا وكذا، فسأله قال له إن الناس اختلفوا في قولك كذا وكذا في بيت من شعره، بعضهم ذهب إلى أنك أردت كذا وبعضهم ذهب إلى أنك أردت كذا وبعضهم ذهب إلى أنك أردت كذا، وإذا صح ما ذهب إليه فلان لا يصح ما ذهب إليه غيره. فعرض عليه فهوم مختلفة ومتعارضة ومتناقضة في بيت شعر الله. فعرض عليه فهوما فيجيبهم رؤى القيس وهو في سلاسله وأغلاله كلهم على صواب. يا سلام يا سلام، الذي يفهم الشيء على صواب والذي يفهم ضده على. فمن هنا فتح الشعر لي أمامي آفاق لا حدود لها، لأن قدوة الشعراء قال لمن يفهمون الشيء وضده من لفظه إنهم على. أنتوا فاهمين كلامي؟ فمن هنا كان الشعر فتحت لي بأبواب معانيه، بس في القرآن كما قلت لأن فيه محاذير وفيه إلى آخره. اقرأ يا ابني. ثم أعلم أنك إذا استطعت. بعدين شفت أنت أصل يا أخو خد بالك معايا المسألة يا ناس، أنا ما بشرحش كتاب،
أنا بأتعلم فقه فقه صاحب الفقه. ثم إيه؟ ثم إيه؟ ثم أعلم أنك إذا ثم لما يقول لي ثم أعلم وأقرأها وأنا مغفل يبقى أنا لن أعلم. لما يقول لي إيه؟ ثم أعلم وأقرأها فأنا لن أعلم. إنما لما يقول لي ثم أعلم يبقى معناها أنه جال في خاطره معنى جليل، وهو يهزني ويوقظني وينبهني قبل أن يتكلم فيه. يبقى لما يقول لي ثم أعلم التي أقرأها ولا ألتفت إليها هو ينبهني، هو 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 يقول لي إن أمرا آخر خطر لي وهو جليل جدا، واستيقظ وتنبه واعلم أني سأحدثك عنه. فهم كلامي؟ يلا. ثم أعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه. الله. إيه ده يا مولان؟ يعني هي أفضل ما تكون إذا لا يراد بها معناها. أنت فاهم كلامي؟ ها؟ يعني هي إيه؟ أفضل ما تكون. الله الله، إحنا فين؟ إحنا صحيين ولا نايمين؟ أفضل ما تكون. ها؟ 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 نفسه معناها. أنت فاهم إيه؟ ومستوعبه ومقتنع به، ولا أنت تريد أن تفهم سرها؟ تاني يا العبارة ديت إذا كان كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناها. الله الله، إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناها يبقى أنا أطهو صفحتها وأطهو صفحة كلامها وما بعدها ومعناها. إنما هو بيقول إذا طويت صفحتها وطويت ما بعدها ومعنى ما بعدها فاعلم أنها رمت رمية بعيدة وأشارت إشارة بعيدة وأومأت إيماءة بعيدة إلى معنى جليل جدا هو أعلق ما يرى، أعلق ما إيه؟ ما ترى بالقلب. يلا فهمي كلامي يا سيدنا، أنا ما بشرحش كتاب يا سيدنا، أنا بأقرأ معكم طريقة قراءتي لكلام العلماء طريقة، وأنا لما أشوف العالم بيقول أفضل ما فيها ليس معناها، ما إيه تفضل فيها إيه؟ ماذا بقي فيها يا مولانا؟ إذا كنت بترى أن فيها شيئا، أن فيها شيئا أفضل من معناها، ما هو الشيء الذي هو أفضل من معناها؟ أنت فاهم كلامي؟ يا خسارة يا أولاد، يا خسارة يا أولاد، علم عاوز أولاد، عاوز عشاق معرفة، مش عاوز طلاب معرفة. علم عاوز إيه؟ عشاق معرفة، مش طلاب معرفة. يلا اقرأ خلاص. وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناها، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أننا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار وأن يقال إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل، وإنكم إن طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب. لاحظ حاجة، لاحظ إن المعنى الذي استخرجه ليس فيه حرف واحد من الكلام الذي بعد إنما. المعنى الذي استخرجه ليس الذي بعد إنما يتذكر أولو الألباب،
يتذكر أولو الألباب. هو فهم من هذا يتذكر أولو الألباب التعريض بأن الذين لم يتذكروا ولم يؤمنوا ليسوا من أولي الألباب، وأنهم فاقد العقول، وأن انتظار الفهم منهم كانتظار الفهم من الأنعام. ده كله مش مع كله مش في كلمة يتذكر أولي الألباب، إنما هو من مما إيه يوم إليه إنما، لأن إنما لما حصلت تذكر على أولي الألباب نفت التذكر عن غير أولي الألباب، وامسك بقت في نفي التذكر عن غير أولي الألباب، تجد أن الذين لا يفهمون ولا يعقلون كلام الله كأنهم ليسوا، ومن اللي ليسوا من أولي الألباب؟ هم الأنعام. وهكذا يبدأ المعنى يفتح لك أفقا آخر جديدا. تبدأ إنما بعدما حدثتك عن الذي بعدها تبدأ تفتح لك يلا. وكذلك قوله إنما أنت منذر من يخشاها. يا سلام، إنما أنت منذر من يخشاها. يبقى كأن الذي لا ينفعه الإنذار أو الذي لا يخشاها، كأن الذي لا ينفعه الإنذار والذي لا يخشاها كأنه فقد السمع، فإنذارك له كلا إنذار. إنما أنت منذر من يخشاها دلالتها الجليلة عند عبد القاهر أنها تشير إلى أن من لم يخشاها كأنه فقد حاسة السمع، وصار الإنذار معه كلا إنذار. شفت القراءة شكلها إيه؟ يا عبد القاهر لما بيقول هذا بيبين لك كيف قرأ الجملة. إنما أنت منذر من يخشاها ليس المعنى فقط أنك تنذر من يخشاها، وإنما فيها معنى في حافة أخرى وفي شاطئ آخر وفي جانب آخر، وهو أن من لم ينتفع بالإنذار مش كأنه فقد العقل، إنما هنا منذر، هناك يتذكر، فالتذكر فقد عقل، عدم التذكر فقد عقل، وهنا عدم الإنذار فقد سمع. شفت التأمل والدراسة والفهم والوعي. شفت التأمل يلا. وقوله عز اسمه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. يا سلام. المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل. ولذلك المسألة الأولى في القرآن الكريم، المسألة الأولى الأم في الكتاب العزيز هي الإيمان بالغيب. هي الإيه؟ هي الإيمان بالغيب. ولما قال جل وتقدس صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بدأ يشرح هذا الصراط في أول البقرة. شوف خد بالك، ولذلك لو حذفت البسملة ستجد البقرة متصلة بالفاتحة. لو حذفت الايه؟ وهكذا. وانا وجدت ذلك في كثير من سور القرآن. لو حذفت البسملة ستجد رأس هذه السورة امتدادا
لآخر ما كان قبلها من الصور. صراط الذين أنعمت عليهم هو مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم ده المطلوب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده شيء ثاني. احنا نرجو من الله ألا يهدينا إلى صراطه. مين بقت هؤلاء؟ لا ريب هدى للذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ومن دول مين؟ دول أصحاب الصراط المستقيم، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم مين؟ أنا مع مين؟ أنا مع الصراط المستقيم، مع أهل الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم. تجد بقت إن اسم الإشارة للبعيد هنا يأتي في موقع مذهل، في موقع لا يمكن أبدا أن يوجد في شعر ولا في نثر، لأنه قال أولئك فميزهم أكمل تمييز. فإيه؟ فميزهم أكمل تمييز. وحسبوهم هذا، وحسبوهم إن أولئك تميزهم أكمل، وحسبوهم أن كلام الله يميزهم أكمل تمييز. لا لا لا، ليس هناك فضل فوق هذا الفضل. ثم إن أولئك تشير إلى أن ما قبلها مستحق لما بعدها لاتصافه بما قبلها. وده كلام العلماء، كلام حفظناه، لأننا لن نجد أصدق منه ولا أحلى منه ولا أفضل منه. يبقى أولئك ميزت أصحاب الصراط المستقيم أكمل تمييز، ثم أشارت إلى أنهم أو أولى بما بعدها اللي هم أولئك هم إيه؟ يا سلام. أولى بما إيه؟ أو أحق بما إيه؟ لي يا سلام يا سلام. يقبل من آمن بالله يؤمن بالله أولئك هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم كذا 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 هؤلاء. وشفت عبارة على هدى؟ شفت عبارة على هدى؟ يعني كأنهم فرسان، كأنهم متمكنون من الهدى تمكن الفارس من مجلسه. ثم لم يكتفي بهذا جل وتقدس، وإنما قال المفلحون، لأن المفلحون دي هي الغاية الأعلى. على هدى، فرسان مش فرسان، المهم هو الفلاح. قراءة كتب العلماء تعلمني كيف أقرأ القرآن. يلا هاي. ومثال ذلك من الشعر قوله أنا لم أرزق محبتها. يا سلام، فايق ورايق ده. يا سلام. ولذلك أنا لما بقرأ الغزل في تاريخ العرب وفي تاريخ المسلمين بأشعر أن شعوب كانت هنيئة لا تبحث عن لقمة العيش. ما كانش الطعام والشراب ولوازم الحياة هموما عندهم. فلما كانت هذه الأشياء هموما غلبت كل الهموم، فصرنا لا نقول ايه هو بيقول ايه انا لم ارزق بحبك إيه لم ارزق لم لم نتكلم في هذا. أنا كيف أحدثك عن أنني لم أرزق محبتها وأنا من لاقي لقمة عيش أفطر بها يا مولانا؟ كيف أشكو لك؟ كيف أشكو لك أنني لم أرزق محبتها، ولا أشكو لك أني لم أرزق رغيف العيش؟ تفهم كلامي؟ فأنا بقرأ الغزل في تاريخ العرب لأفهم تاريخ العرب، ما هوش أعرف بس علاقات ومع علاقات ومحبات ومش محبات، إنما أمة. قال قائلها
أنا لم أرزق محبتها، ها؟ يبقى هو لابد أن يكون أكل وشرب، وليس في خاطره شاغل لطعامه وشرابه، وهكذا. طيب أنت فاهمين كلامي؟ لم أرزق محبتها. إنما للعبد ما رزق. جيدة جدا دي، أحسنت. كنت خايب في الشطر الأول وكنت عاقلا في الشطر الثاني. ها؟ يا سلام. إنما للعبد ما رزق، يبقى أنت إذا كنت جعان يبقى إنما للعبد ما رزق، إذا كنت في مصيبة إنما للعبد ما رزق. كمل كمل. الغرض أن يفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه. هو الآن عبد القاهر يقول لك مش قضية أنك أنت تقول لي أنه لم يرزق محبتها وتقول لي إنما العبد، لأنه هو قال كده، إنما أنت ابحث عن أفق آخر ومعنى آخر بعيد عن لساني وأنا أقرأ هذا الشعر. بعيد عن ايه؟ مهم جدا، مهم جدا دي. لا تقل لي انه لم يرزق محبتها وانما للعبد ما رزق، لانه قال ذلك، ولست في حاجة الى ان تعيد قوله، انما ابحث لي عن معنى اخر في محيط هذا الكلام وحدثني عنه. هو ايه بقى تقعد يا عمر؟ انه قد صار ينصح نفسه، ايوه، ويعلم أنه ينبغي له أن يقطع الطمع من وصلها. نعم نعم. وييأس من أن يكون منها إسعاف. يبقى دي المعاني الجانبية التي أنا ما عدتش أقدر أتكلم أكثر من كده، فخلص سامحونا بقى هنا ونقف عند الذي لم يرزق محبته.